وللحديث أكثر عن تفشي الفساد في القطاع الاقتصادي في العراق ودور الميليشيات فيه، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. بحسب اللجنة الاقتصادية البرلمانية فإن الفساد هو السبب الرئيس في هروب الشركات الدولية الرصينة من سوق الاستثمار في العراق. بداية، ما هي أشكال الفساد التي يهرب عادة منها المستثمر الأجنبي؟ حقيقة دائما العراق يشهد أزمات اقتصادية من وسياسية أيضا واجتماعية وصحية وخدمية منذ 2003 ولغاية اليوم، ولكن يعمل دائما أصحاب القرار أو صانعي القرار على وضع برنامج، خصوصا أثناء اقتراب الفترات الانتخابية، خصوصا ما نشهده اليوم واقترابنا من عملية انتخابية بوجود بيئة فاسدة لا تتمكن من إجراء الانتخابات بشكل شفاف، ولكن يحاولون أن يضعون كل شكل من أشكال فشلهم في إدارة الدولة على مصطلح اسمه الفساد، متضمن ذلك ضعف في إدارة الدولة، ضعف كبير جدا في إدارة القانون، ضعف كبير جدا في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تطبيق القرارات أو عمليات اللجان التحقيقية بكل أشكال الفساد، سواء الفساد المالي أو الإداري أو السياسي أو غير ذلك، حتى الجنائي. لذلك نلاحظ أن استعادة الدولة وأصحاب القرار لعمليات أمل، لبعث أمل في الشارع العراقي الذي ينتفض، وفي ساعة قريبة قد تكون حقيقة تؤثر بشكل كبير جدا على أصحاب القرار وإدارة الدولة المستقبلية. ولذلك نلاحظ هذه الدعوات لا تجد لها طريقا للتطبيق بسبب الفساد والبيروقراطية الإدارية الموجودة، خصوصا في مسألة طرح المشاريع بكل أشكالها خاصة الخدمية منها، حيث قانون الاستثمار 2013 لسنة 2006 يمثل تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ولكن هذه الهيئة أصبحت من عناصر الفساد في المحاصصة السياسية في إدارة الدولة، شكلت خطرا كبيرا جدا في جميع مؤسسات الدولة ومن الوزارات التي حاولت استبعاد هذه الهيئات بوجود أعضاء ممثلين من قبل الأحزاب السياسية في هذه الوزارات، مما أدى إلى عدم تمكن هذه الوزارات من استثمار أموالها في جذب الاستثمار الخارجي، خاصة في عمليات الإعمار وبناء البنية التحتية دكتور والعمل على تطويرها. نعم دكتور صباح، يعني هذا بالنسبة للحكومات المتعاقبة وأيضا الأحزاب. إذا أردنا هنا الحديث عن الميليشيات، هل لهذه الميليشيات دور في منظومة الفساد تلك التي تعد من الأسباب المذكورة لهروب الاستثمارات من العراق؟ بالتأكيد وجود السلاح المنتشر سواء بيد الميليشيات أو بغيرها حقيقة شكل خطرا كبيرا على رأس المال الداخلي والخارجي، حيث هروب أعداد كبيرة جدا من الشركات حتى المحلية التي تمتلك سمعة جيدة من 2003 ولغاية الآن، هروبها إلى خارج العراق والعمل على استثمار أموالها في الخارج. ولذلك نلاحظ الشركات الموجودة في داخل العراق نتيجة لوجود هذه الميليشيات والقوى التي تفرض نفسها من خلال تواجدها في الوزارات والمؤسسات الدولة، الشركات التي تريد أن تغامر في عملية الاستثمار وجلب الأموال تضيف ما لا يقل عن 30% على التكلفة لمجمل المشاريع
التي تنفذها. وجود هذه الشركات ليس استثماريا، وإنما عبارة عن تعاقد مع الدولة لعمل إنجاز أعمال لا تدر على عملية الاستثمار أو رأس المال سواء الحكومي أو غيره، لا تدر عليه أرباحا. ولذلك نلاحظ لا يوجد شكل من أشكال الاستثمار داخل العراق، لذلك أصبحت البيئة طاردة لأي شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي للشركات العالمية. ولذلك نلاحظ هناك شركات وهمية قد تكون مسجلة في خارج العراق ويتم عمليات جلبها من أجل شنو؟ من أجل المطامع بالأموال المخصصة لمشاريع كثيرة، ومنها كما هو حاصل في كربلاء أو في النجف لمشروع البنزين المحسن. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.